السحب باستخدام ونشين ومكرات لمضاعفة قوة السحب. السيارة هذه نثبت السيارتين اللي تسحب الباص باستخدام الونش. الفرشات هذه لتثبيت الونش لا قدر الله في حال انه انقطع ما يرتد على السيارات. هذا القطعة عشان يطلع لها الكفر ما يحفر بدنا على طول يطلع من الغراز. لا جاهز جاهز لله يتم سحب هذا اللي تبي يسبق لا 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 بسخليها شي شوي تدريجية. شريف شرف الدين يلا بسم الله 1 2 3 شوي شوي اوكي ما شاء الله لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انسحب خلاص كده كويس عزوز الله يبيض الله وجيهكم طلع التبيس الحمد لله اللهم لك الحمد سحب مقطورة 4 سيارات كفو كفو الله يبيض وجيهكم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله